ندمت على ايه؟ بص، هو الحمد لله انا من الناس اللي يمكن عشان ما حملتش على نفسي اني اعمل حاجات مش مقتنعة بيها، وبالتالي ما عنديش ندم كتير. يعني بحمد ربنا على اني اداني مساحة من الحياة اني اعيشها باللي يريحنا انا، ودي على فكرة طبعا جفت كبير من عند ربنا، مش كل الناس تقدر تعيش كده. اكبر ازمة في حياتك؟ اكبر ازمة في حياتي وخطيتها ازاي؟ لا بص، مش هقدر اقول اكبر ازمة في حياتي، بس هي اكبر ازمة في حياتي هي التنقل ما بين دور الخواجية اللي انا اتحصرت فيه فترة سنين، ان المخرجين والمنتجين قعدوا فترة زمنية مش قادرين يستوعبوا ايناس مكي الا في الخواجية، وتخطيتها بعد كده باللاين الكوميدي، لان انا عاشقة للكوميدي. وانت لما بتلعب كوميدي بتفك عن اي حاجة، يعني الكوميديا تحديدا هي مساحة مفتوحة تعبر فيها زي ما انت عاوز. فيمكن ده اللي نجدني، انه منطقة بقى ان انا ممكن العب فارس، العب لايت، العب. فانتوا بتتكلموا في خواجات مين بقى؟ وفي الحياة الشخصية برضو ازاي خطتي؟ غالبا هي برضو 7 سنين بتاعت البانيك، اللي هي بتاعت الثورة والقلق النفسي وعدم الاحساس بعدم الامان. اتخطيتها ازاي؟ اتخطيتها بانه اللي مكتوب علينا هو اللي هنشوفه، وانه ان شاء الله بلادنا هتفضل في امن وامان زي ما ربنا وعدنا في القران الكريم، وادخلوا مصر امنين، وانه معلش اللخبطه بتحصل عند الناس كلها وفي الدول كلها وفي العالم كله، ولكنها فتره مؤقته، وان شاء الله احنا كشعب مصري بالحضاره بتاعتنا بتركيبتنا الامن هيستقر برضه. في ازماتك مين اللي بيقف جنبك؟ انا عندي قناعه دايما انه الاساسي اللي بيقف جنبي هو ربنا سبحانه وتعالى. ما يعني طبعا على المستوى الادمي ناس كتير وحبايب كتير واهلي وعيلتي وامي واخواتي، اكيد الكل بيبقوا معايا، بس القناعه بتاعتي انا انه المنجي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com.